السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. بالدموع المؤثرة المغربية نادين كتخرج على الصمت ديالها من بعد ما تخاصمت مع الزوج ديالها، فغادي نخليكم مع الفيديو. كانوا ديم بحال والديا، كانوا كل شيء، ولحد الآن هما معايا، لحد الآن هما معايا وعارفين أشنو كاين، ولكن أنا عيت مبقيتش قادة، مبقيتش قادة. فألوغ من هنا القدام عافاكم تبقاو تسولوني على حتى شي واحد، ما تجيو تقولوا لي فينا هو فلان ولا فرتلان ولا ما نعرف شنو هو. أنا من اليوم، من هاد الساعة، من هاد الدقيقة، غادي نبدا حياتي، غنعاود نوقف على رجليا إن شاء الله، وغادي نوقف على رجليا باش نكون أم وأب لهاد الدري هذا. هادشي اللي غنقدر لكم. بالنسبه للناس اللي غادي يجوا يقولوا احق خيانه، ما خيانه، يا ريت كون كانت كتكون خيانه، يا ريت كون كانت كتكون خيانه، كنت غندور من النهار الاول. كاين كاينين حوايج اللي كتبقى تقول كاين امال يتحيدوا، كاين امال يتحيدوا، كاين امال كيتحيدوا. كي كتشوف راسك انت كتدمر في راسك، وكتمرض، كتعصب، كتعقد، جميع الحوايج ولاو فيا انايا. مثبت شكون؟ مثبت واحد اللي ظهر الدنيا بركله وهمو غير راسو انه يكون مالك تحيدو. كي كتشوف راسك انت كتدمر في راسك، وكتمرض، كتعصب، كتعقد، جميع الحوايج ولاو فيا انايا. مثبت شكون؟ مثبت واحد اللي ظهر الدنيا بركله وهمو غير راسو انه يكون ناشط ضاحك. المهم ماليناش، الحياه كتستمر. فغادي نحبسو هنايا. انا عارفه راسي كلشي ما خاصنيش نديرو، ما خاصنيش نطلع ندير ستوري، غير باش انا غنجيكم من الاخر، باش من بعد حتى شي واحد ما يبقى يسول فينا هو، علاش ما كيبانش، علاش، اشنو كاين، اشنو هذا، اشنو هذا. انا جيتكم من الاخر وقلت لكم من دابا، من هاد الساعه، انه من القدام ما حتى غتشوفوا معايا حتى شي واحد، وانا ما مرات حتى شي واحد، وانا ما عنديش الراجل، وعمره كان عندي الراجل، انا عمره كان عندي الراجل. اوكي شنو غادي نقول لكم؟ غنحبسو هنايا، وتا شي حد عافاكم، عافاكم راه عيو ليا، حتى وحده ما تجي عندي. انا اللي طلعت كنبارطاجي معاكم هادشي، حيت عارفه من بعد اشنو غادي يبقى يتسول، وداكشي ودايراكم، كنديركم بحال عائلتي. انا راني بوحديتي، بوحديتي كنصب راسي بوحديتي، ولات نفاسي شحال من حاجه، العذاب داز عليا، وكنحمد الله وكنشكره. ياك حتى شي وحده ما تجي عندي تقول لي اسرار بيتك ولا ما نعرف شنو، حيت ما كيحس بالمزود غير اللي مخبوط بيه. وانا تخبطت مخبوط بيه، وانا تخبطت وتخبطت 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 وتخبطت، عييت عييت. فانا دابا ملي غنمسح دموعي، حياة جديدة صافي، حتى فنيت حياتي. شنو نقول؟ فنيت حياتي على والو، على والو. فهنا خوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة.